How are you today? Third grade. Today we want to start our unit 4. رح نبلش اليوم بالوحدة الرابعة. Let's read the words and the meaning in Arabic. But before that, قبل هيك, we want to read the title of this unit. بدنا نقرأ أو نتعرف على عنوان وحدتنا الجديدة اللي هي The American Pioneers. اللي هم مستكشفين أمريكا أو اللي استكشفوا واللي اكتشفوا منطقة أمريكا. Okay. Let's read the word and the meaning. Things أشياء. Things أشياء. وthing من دون أس الجمع اللي هي شيء. Use يستعمل. American الأمريكيون. Pioneers رواد أو مستكشفون أو أوائل. Hundreds مئات. Ago مضى. People أشخاص أو ناس. سافر أو traveled سافر. Across عبر. Needed احتاج. Filed حقول. Near بالقرب من. River نهر. Wood خشب. Axe فأس. Axe فأس موجودة بالفقرة axes جمع فأس فؤوس. Chopped قطع. Pulled سحبة. Log لوح خشب. Rubs حبال. Walls جدران. Wall لحالها بتكون عبارة عن جدار أو حائط. Inside داخل. Rooms غرف. Fire نار. String خيط. Fetched جلبة. Skittles اللي هم لعبة القناني الخشبية التسع والكرة عبارة عن قناني خشبية بيكون عددهم تسعة بيرموا عليها كرة وأكبر عدد ممكن من القناني بيوقع بيكون هو الفائز.